وتنفيذا لهذه التوجيهات، قال مدير بلدية تكريت المهندس أنس الفرس خلال إشرافه المباشر على إعمار وتطوير شارع المستشفى في منطقة القادسية، إن توجيهات محافظ صلاح الدين ومتابعاته سهلت الكثير من الإجراءات مع صندوق إعادة الإعمار. بعد زيارة السيد محافظ صلاح الدين المحترم الدكتور عمار جبر خليل لمنطقة شارع المستشفى العسكري، أعلن من خلال هذه الزيارة المباشرة بأعمال هذا المشروع المحال ضمن خطة صندوق عمار المناطق المحررة لعام 2021. يشرف على هذا المشروع عدد من مهندسي بلدية تكريت بكادر إشراف، وأحب أن أنوه وأوضح لمواطننا الكريم بأنه المسار الحالي الموجود المؤدي إلى المستشفى العسكري قد يغلق مؤقتا نتيجة الأعمال الإنشائية في هذا المشروع. سوف يحول المسار إلى من مدخل جليل القصاب وباتجاه منطقة المستشفى العسكري والمناطق المجاورة له. المشروع يسير على قدم وساق، نحن الآن حاليا في مرحلة إزالة التجاوزات الموجودة على جانبي الطريق. طبعا الشارع سوف ينفذ بواقع سايدين وجزرة وسطية وأعمال زراعية وأرصفة جانبية. سوف يحدث نقلة خدمية في المدينة والمنطقة فيما يخص الأعمال الإنشائية في الشارع الرابط بين شارع الأربعين وشارع الزهور. هذا الشارع الآن يخضع لعملية تطوير بالكامل، طبعا هو يتم تطوير هذا الشارع بواقع ثلاث سايدات، سايدين رئيسية وسايد خدمي وأعمال زراعية وأعمال إنارة.